أنا نظفت الجرح اللي في دماغها كويس قوي وربطته، بس الله أعلم يكون عندها نزيف في المخ ولا حاجة معرفش. يا رب تقوم بالسلامة يا رب. اللهم أمين. من الآخر كده أنا ممرضة مش دكتورة يا جوز خالتي. أنتوا هتبصوا لبعض، أنتوا لازم تبلغوا الحكومة عشان لو حصل لها حاجة هتروحوا في داهية، أو أقل حاجة لو خايفين تبلغوا أخدها المستشفى وخلي الدكتور يطمن عليها.